يا عادل، لمحتك قاعد لوحدك على السور، قلت اجي اشوف مالك. الناس اللي بعديها برضو فريال هات امك، انا مالي اقصيك كده. انا الحق عليا اللي عايزه اشوف مالك. لا يا اختي، ولا الحق عليك ولا الحق عليا. شوف انت جاي منين. انا غلطانه يا عادل. خلاص تعالي تعالي تعالي، ما تزعليش. خلاص ما زعلتش ايه بقى وزفتي ايه؟ خلاص انت اللي على طول شايل لي الهم كده. لا لا، ما انا خلصت من الهم اللي انا شايله بقالي سنين. انا قاعد ورايق وزي الفل وبشرب سيجارتين وداخل عليا موزة عظيمه. ايه انت عامله ايه؟ ولاد متولى عامل معاك ايه؟ زفت، بعد عنك. متخانقين ولا ايه؟ مش لازم يعني نكون متخانقين ولا متصالحين، مش فارقه. انا اللي غلطانه اصلا اني قبلت اتجوزه. طب ما تسيبوا بعض، لسه على البر كل واحد يشوف نصيبه بعيد عن التاني. يعني وإلا سيبه ده، وبعد ما سيبه إن شاء الله. ولا حاجة، تسيبيه وبعد كده ترجعي له. ما هي الناس بتسيب بعض عشان ترجع لبعض. أنت اللي هبلة بس ومش عارفة الموضوع ماشي إزاي. ما أنا فعلا هبلة. أنا هبلة وعبيطة واتضحك عليا. اللي حصل حصل. لا استنى، اتضحك عليك إزاي؟ ده أنت عمر حد لمس أي حد يعني. لا أنا عشان موقف بس، مش أكتر مش أكتر. عارف الهبال الدايبة؟ تخيلي ان انا ما طلعتش اعرف اي حاجه غيرها. او انا بقى اتعلقت بيها. احمد وانت كاميليا، مش كده؟ انا وانت اتضحك علينا، بس هنفضل كده لحد امتى؟ بقول لك يا فريال، ما تعملي معايا واجب وتسيبيني قاعد لوحدي. لا سيبك لوحدك، ده ايه؟ على فكره احمد خلاص الحظ لعب معاه، واحنا اللي كنا السبب في اللي هو فيه. ولو حد فينا كان فتح بقه كان زمانه دلوقتي مرمي في السجن، محدش بيسال عنه. بعدين هو كان بيعمل ايه؟ ما انت اللي كنت معاه وفي ظهره وبتعمل كل حاجه. عايزه تقول ايه؟ عايزه اقول انت لو كان معاك فلوس زي اللي مع احمد كانت جريت وراك بالمشوار. اه كاميليا دي اوعى تفتكر ان هي ملاك ولا غلبانه، تبقى غلطان. كاميليا دي سابته زمان علشان كان فاضي معهوش فلوس. اوعى تفتكر بس ان علشان امه رفضت الجوازه والشويتين دول فهي وافقت. لا يا حبيبي، اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها. كاميليا كاميليا كاميليا. ايوه كاميليا، كاميليا دي حقربه. واسالني انا، جرب كده يبقى معاك فلوس هتجري وراك بالمشوار. اسمع كلام فريال عن اذنك. بقول يا ست جمالات. نعم يا سي جمال. يعني كنت عايز افتح عندك حساب. ليه يا اخويا؟ حد قال لك عليا ان انا فاتحه بنك ولا فاتحه بنك؟ لا ما هو مش حساب زي زمان، انا حاجه مقدمه. اسم الله اسم الله. يا ترى يعني بقى منين؟ يعني سبحان العاطي الوهاب. اه صحيح. بقول لك يا اخويا والنبي الله يسيئك، ابعد السعادي من هنا لحسن مراتك تشوفك تنيل الدنيا. لا انت فاكره ايه؟ فاكره ان انا من الرجاله اللي مراته تمشي زي ما هي عايزه؟ لا لا، حاسبي حاسبي، انا بيتي راجل راجل يعني يعني ازح. ماشي يا راجل، سمعني يا اخويا واطربني وشجيني. انا يا راجل مش قايله لك ما تطلعش بره باب البيت؟ زهقت. زهقت. طب يا اخويا روح على بال ما تحضر لك الرضعه. ما تلم نفسك يا ولاي. نعم انا ملمومه يا اختي، الدور والباقي على المبحترين ومش حاسين. يلا يا حبيبي يلا روح على البيت، استنى الهانم على بال ما توصل. وخد بالك بقى ما تنساش تغير للعيال. عيال ايه ده؟ انت اللي فيه ده اسمه حلاوه روح. طلعت روحك يا بعيده وليا ناقصه، فعلا عايزه تتربي وانا اللي هربيك. تعالي يا اختي شوف مين هيربي التاني. طب استني بقى يا ناصر.
يا جمال. امال اعمل ايه؟ اسمعي يا وليه منك لحم والحاره كلها تسمع. خليله بتاعت زمان خلاص من النهارده وطالع اللي هيدوس لي على طرفها افرامه. خليله بتاعت زمان اللي كانت بتشحت الحنيه والحب خلص. فاهمين ولا لا؟ فاهمين. بقول لك ايه؟ كلمتي امري يتنفذ. سامع ورايا يا اخويا. تعالى يا جماعه اللي عايزك تعالى. فيه اللي حصل؟ تعالي فهمين. انتوا واقفين بتتفرجوا على ايه؟ وكل حد يروح الديت بقى في ايه؟ امراتي مخنقه يعني. لا بقى عم جمال ما تضايقنيش عليك. حياه عادل عندك خلاص لا تفكها يا عم. ده انا خربان والله اكتر منه. انا لو بعمل زيك على كل حاجه كده بتضايقني كان زمان انتحرت من زمان. وانا يعني عايش؟ عايش وزي الفل. بقول لك ايه؟ انا معايا حته كده مزه. ايه الخطوه؟ حته ايه؟ انت فهمتني غلط. لا مش قصدي نفسين يعني هوف كده. تصدق انا عمري ما شربت الحاجات دي. غلط غلط واكبر غلط. الحاجات دي هي اللي تخليك تنسى كده وتعيش وتتبسط. والله العظيم انا فعلا محتاج حاجه تخرجني من الحاله اللي انا فيها دي. عمري ما شفته بالشكل ده. عمري ما كنت اتخيل ان عادل يتعصب او يتخانق او يتضايق. طول الوقت كنت شايفاه زي النسمه اللي الواحد لما يتضايق يبقى بيدور عليها عشان يروح لها. واحنا صغيرين لما احمد كان بيضايقني كنت اروح اشتكي لعادل. كان يجري على احمد ويتخانق معاه. لكن عمره ما اتخانق بطريقه تضايق او تخوف. كانه كان بيتخانق معاه عشان يحافظ عليه وعليا في نفس الوقت. وايه تاني حسيتي بيه يا كمال؟ عمري ما حسيت بيه. مع انه هو الوحيد اللي كان واقف في ظهري. هو الوحيد اللي كان دايما جنبي حتى في الشغل. كان هو اللي بيجي يقعد معايا يتكلم. هو اللي بيفهمني الشغل. حتى مشكلتي مع اهل جوزي محدش وقف جنبي غيره. هو اللي وقف لهم وجاب لي حقي. وهو برضو اللي قالك ما تشتغليش الشغل اللي جايبه عزت. ده اللي انا مش قادره افهمه. ليه عايزني ما اشتغلش مع عزة؟ ليه عايزني ابعد عنه؟ تفتكري ليه؟ عشان ايه؟ عشان بيحبك يا كاميليا.